العباسيين لما قرروا ان هم يثوروا على الامويين وياخدوا منهم الخلافة الاسلامية، كانت الخلافة بتاعتهم قامت قيام دموي غير طبيعي. قتلوا كل الامويين، ما سابوش اموي واحد على قيد الحياة. كانوا عايزين السلالة الحاكمة من الدولة الاموية ما يبقاش فيها حد من الرجال، فكانوا بيقتلوا كل الرجال زي ما وضحت، الامراء وابناء الامراء واحفاد الامراء، ومش بيفكروا بقى ما بين صغير وما بين كبير، كله كان بيتقتل عشان ما يبقاش من ناس الامويين اي شخص يطلب بالحكم او بالخلافة الاسلامية من بعدهم، ويبقى حكمهم صافي من العباسيين.